لك انت شخصيا. اتفضل. هو كان صايم في رمضان وسلم على ست ما بحلوش وكده وكان في نفسه شيء ما من يمع، فهو يقول لك صيام كده بطل اليوم ده؟ لا ما بطلش اليوم ده. يعني نفسه ما كانتش سوية من يمع كده يعني ولا حاجة؟ لا لا لا. سلم عليها بايده كده يعني. لا لا تأثير الصيام، بس يستغفر الله. طيب استغفر الله العظيم.